رغم تعداد قرية البور ببلدية نقوصة بولاية ورقلة يفوق 13,000 نسمة، غير أن هذا لم يشفع لهم بتوفير خدمة صحية تضمن لهم حقهم في الرعاية الطبية. لكن الملاحظ على هذه العيادة منذ إنشائها يعني الانقطاعات متكررة في حضور الأطباء، وخاصة الأطباء يعني العامين، ثم كذلك أطباء المختصين، والمداومة كذلك نظام المداومة يعني 13,000 ساكن، يعني نظام المداومة 24 ساعة لا يوجد. سبيطار كيما هذا ما فيه التحية، ما فيه والو، ما عندنا فيه والو. الطبيب ضروك، ها الطبيب هاكم حاليا بارك الله فيكم كي جيتوا زرتونا، ها الطبيب اليوم ما كانش ضرك وما كانش طبيب. كالعيادة متعددة الخدمات، كون نوريك الفيش تكنيك تاعها دوخ تقول هذه راك في مصطفى باشا ولا ما على باليش والو، بصح الخدمات ما كانش. الراديو كاين هاو كلاتو الغبرة. واقع جعل السكان يلجؤون إلى الطرق التقليدية للعلاج أو التنقل إلى المناطق المجاورة، خاصة وأن الجهة تسجل عددا كبيرا من لسعات العقارب. ساعات العقرب والله غير نداو وحدنا، عندنا سبل الكبار هنا يروحوا لهم، ساعات يقول لكم راقدين، ساعات ما كانش. ساعات العقرب بالك يداو من نقوس طرق تقليدية. بعض الأحيان ولا ساعات العقرب، يعني كاين وين بعض الأحيان في الليل ولا في قيس اللي يكون المستشفى مقلوق، المستوصف مقلوق، يعني نروحوا بعض الأحيان لنقوسة، وبعض الأحيان في نقوسة وتلقى يعني ما يبعثوه الورقلة، يعني معاناة كبيرة يعني بالنسبة للمتنقلين والأمراض. ليبقى واقع الصحة بالمناطق النائية بولاية ورقلة يحتاج إلى تحرك المسؤولين لتحسين الخدمات المقدمة.